اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الخطبة أود أن أذكر وأتعرض إلى ما يسمى بالسلوكيين الذين أصبح أمرهم مشهورا وعلنيا، لكي أحذر المجتمع منهم وأحذر المؤمنين منهم وأحذر المسلمين منهم. هل تعلم نواياهم؟ هل تعلم أهدافهم؟ هل تعلم عقائدهم؟ هل تعلم دينهم؟ لكي تصدقهم وتركن إليهم وتأخذ بقولهم. مجرد أنك تجده ظاهر الوثاقة والصلاح ويتكلم مع مفاهيم ملفتة للنظر ومعجبة لك، حينئذ تركن إليه وتصدقه. ولكن هذا أولها وأنت لا تعلم آخرها. لوين راح يوصلك؟ الله العالم. أنا أقول إن أولها بديع وآخرها شنيع. هل تعلم أنه يريد مصلحتك أو يقصد إخراج، أو أنه لعله يقصد إخراجك عن دينك وعن إيمانك وعن إسلامك وأن يجعلك لقمة لجهنم وبئس المصير؟ أنا أقول اتبعوا حوزتكم واتبعوا علماءكم واتبعوا القرآن واتبعوا كلام المعصومين عليهم السلام. ما واحد منهم غشكم من هؤلاء؟ أما واحد مشبوه يتكلم بأمور أخرى لا تفهمها ولا تعلم نتائجها، فهذا ما ينبغي الحذر منه والبعد عنه. وكل ذلك أي كلام الكتاب الكريم والسنة الشريفة بعيد كل البعد عن كلام هؤلاء الشذاذ المبطلين السائرين في غير طريق الله سبحانه وتعالى. لو كان الله لاحظ، لو كان الله تعالى يريد للمجتمع ذلك لبينه في كتابه الكريم، فعند مانع قادر على ذلك، مع العلم انه لم يبين. ولو اراده النبي صلى الله عليه واله او المعصومون لقالوه للناس ولربوا الناس عليه وسلكوا الناس عليه كما يعبرون هذولا. إذا كان التسليك واسعا كما يدعي هؤلاء، فلماذا لم يسلك المعصومون أصحابهم؟ ولماذا لم يأمروهم بتسليك الآخرين؟ من هو الأفضل ومن هو الأعلم، هؤلاء أم المعصومون سلام الله عليهم؟ ومن هو فعله أرضى لله سبحانه وتعالى، هؤلاء أم المعصومون سلام الله عليهم؟ طبعا المعصومون سلام الله عليهم. خذوا بقول المعصومين وقول علمائكم وقول ثقاتكم وأهل الحل والعقد فيكم، واحذروا هؤلاء وابتعدوا عنهم، فإنهم يخرجوكم عن دينكم ويبذروا فيكم بذور العقائد الفاسدة ويصوروا لكم الباطل بصورة الحق ويبعدوكم عن رضا الله سبحانه وتعالى وعن الجنة. وإذا كانوا يعتقدون برأيي كما يزعمون ويأخذون بقولي كما يدعون، وأنا المفروض إذا لم تسيطر علي النفس الأمارة بالسوء، أنا لا أريد لأي فرد إلا الصلاح والفلاح، فليغيروا حالهم وليبدلوا حالتهم ومقالهم، فإنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله إلا خسارة. هم عصوني في كثير من الأمور المهمة وأساءوا فهمي في عدد آخر منها وأضافوا من عند أنفسهم عددا آخر منها، وكل ذلك أنا منه بريء في الدنيا والآخرة، وأسفا على سوء العاقبة على هذه المجموعة التي كنا نتوقع منهم الخير والصلاح فانقلب إلى الشر والفساد والضلال. وسوف يقولون لكم، وقد قالوا فعلا لكم،
وللمجتمع ان السيد محمد الصادق لا يقصد ما يقول، وانما يريد حفظ الظاهر، وانما يعمل بالتقية، وان لنا اتصال باطني بالسيد محمد، واننا نفهم مقاصده الواقعية، وانه عميق بحيث لا تستطيعون ان تفهموا كلامه، وكل ذلك من استطيع ان اسميها كلاوات شرعية، وهي كذب محض، وانا منهم بريء، وانا منهم بعيد. واصبحوا كلما انهاهم واردعهم فانهم يزدادون عتوا ونفورا. فانا اخاطب المجتمع المؤمن ذوي العقول الصافية والنفوس البريئة ان يقاطعوا هؤلاء ويتبرؤوا منهم ويبتعدوا عنهم بعد السليم من الاجرب، وما لم يتب هؤلاء ولن يفعلوا لانهم غير مستحقين للتوبة. صحيح ان الزهد مستحب وحب الدنيا رأس كل خطيئة ورين القلب ودغله مذموم، الا ان هذا هو تعاليم، هذه هي تعاليم ديننا الحنيف، ولا دخل له بالتفاصيل والعقائد الفاسدة التي ذكرها هؤلاء. وهل هم زهدوا في الدنيا وابتعدوا عنه؟ صحيح هم زهاد اذا كانوا يدعون الى الزهد، لم مو زهاد حبيبي، دنيويين صرف، وانما يريدون باعمالهم هذه واقوالهم هذه الشهرة والسيطرة والمال وتكوين تكتلات وقلاقل في المجتمع، وانا من كل ذلك بريء، اعاذنا الله من كل مكروه. واما هذا الذي يحتج به البعض علي من انك قلت في الجزء الثاني من فقه الاخلاق، هذه العبارة القديمة التي موجودة في بعض كتب ابناء العامة، من لا شيخ له فشيخ الشيطان، فكأنه اذا لابد ان يكون للفرد شيخ مثل هؤلاء لكي يربيه ويدربه ويسلكه. كأن هذه الرواية تشير الى هذه المجموعة بالذات، اسفا على العقول القاصرة والتأويلات الفاسدة. اولا انها ليست رواية اصلا، وانما هي من موضوعات بعض الصوفية. ثانيا انني اذكر كثيرا من الاشياء والمفاهيم بصفتها اطروحة لا بصفتها امرا جزميا، وهذه الفكرة منها. ثالثا انها على تقدير بل وجودها كرواية فهي رواية ضعيفة جدا ومرسلة ولا حجية فيها، ولو كنا في الفقه والتفسير لرفضناها بالكلية. رابعا انه من الواضح اننا ان صدقناها فانما يراد بالشيخ حينما يقال من لا شيخ له فشيخه الشيطان، اي من لا مربي له فمربيه الشيطان. ليس المربي هو المربي الذي يدعو اليه هؤلاء، وانما كل شخص يهديه ويوجهه ويعلمه الخير والصلاح. طبعا اذا واحد لا يوجد من يعلمه الخير والصلاح فشيخه الشيطان، لانه تتسلط عليه النفس الامارة بالسوء والشيطان ويذهب الى حيث لا رجعة. هذا باب جواب. لكنه من قال ان الشيخ هو الشيخ الباطني؟ لا، هو الشيخ الظاهري الذي يدلك على طاعة الله وعلى ولاية امير المؤمنين واهل البيت سلام الله عليهم. ولا موجب لان نفهم من الشيخ في علم السلوك او علم الباطن او على الطريقة الصوفية، كلا ثم كلا. واريد الان ان اذكر لكم جانبا من عقائدهم الفاسدة باختصار. اولا انهم تاركون لتعاليم الشريعة للصلاة والصيام وغيرها تأويلا للآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد جاءهم اليقين بزعمهم، اذا فلا موجب للعبادة. ثانيا انهم يرون انفسهم اعظم من النبي والقرآن، اذا فلا موجب لطاعة النبي صلى الله عليه وآله وطاعة القرآن. ثالثا انهم ينكرون يوم القيامة والثواب والعقاب في الجنة والنار،
وإنما الثواب والعقاب في نظرهم نفسي وباطني، وليس كما يقول الدين الإسلامي الحنيف من أن هناك حشر ونشر وقيامة وثواب وعقاب وجنة وجهنم، كل ذلك غلط، أي في نظرهم الفاسد. رابعا، أنهم يأمرون الناس بالتخلي عن عقولهم وعزل تفكيرهم والطاعة العمياء لهم، أي لهم بصفتهم شيوخ سلوك وطريقة، مع أن النتيجة الصريحة والأولية لذلك أي للتخلي عن العقل هو الكفر والإلحاد، لأن العقل هو الدليل أو الدال الرئيسي على وجود الله سبحانه، فإذا زال العقل أو زال الاعتماد عليه انسد باب الاستدلال بالخالق، فيصبح الفرد في لحظة من حيث يعلم أو لا يعلم ملحدا. وفي الرواية أن الله تعالى خلق العقل وخاطبه: بك أعبد وبك أثيب وبك أعاقب، فإذا رفضناه كنا من الخاسرين بطبيعة الحال. وكذلك في الرواية أن العقل نبي من الباطن والأنبياء أنبياء من الخارج، يعني شنو؟ يعني كل واحد الله تعالى داز النبي في باطنه عليه اتباعه، وخرونا وفرغونا من عقولنا معنا قتلوا النبي الذي الله تعالى دازلنا اياه، وعلينا ان نطيعهم صرفا على شهواتهم وانحرافاتهم. خامسا، انهم يؤمنون بالحلول وان روح علي حلت بفلان وروح سلمان حلت بفلان وروح ابو ذر حلت بفلان وروح الزهراء حلت بفلانة، وهكذا يقسمون الوظائف فيما بينهم، وهذا من المضحكات المبكيات والذي ترفضه الشريعة بصراحة. ويوجد هناك اخبار عن قضية الشلمغاني والحلاج وغير ذلك، الائمة شنوا حربا شعواء ضد هذه المقولات وامثال هذه المقولات، واوضحوا اشكال يتوجه عليهم، بل هو انهم يعدون انفسهم ويظنون انهم اعلى من النبي والمعصومين، اذا فهم اعلى من علي وسلمان وابو ذر وكل البشر، فما معنى لتلبسهم الا لمجرد الدعاية لانفسهم وجلب قلوب البسطاء اليهم، وانا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جزاكم الله خيرا.